قصتنا بتبدأ مع واحدة في المطار، واللي بنعرف ان في شركة دفعت التذكرة بتاعتها، وعلى الطيارة بيسألها واحد طالع سياحة ولا شغل، فبتقوله الاتنين. فبيسألها بتشتغل ايه، ولما بتقوله عارضة ازياء بيقولها انه خمن ده وبتشكره جدا. بعدها بتسأله على شغله، وبنعرف انه ناقد للموسيقى الكلاسيك، وبتتفاجئ من الصدفة لان حبيبها السابق كان بيعزف كلاسيك واسمه جابرييل باسترناك. فبتتغير ملامح وشه وبيحكي انه كان من لجنة التحكيم اللي رفضته وبيبقى مش طايق سيرته. في الوقت ده بتعتذر ست كبيرة انها دخلت في الكلام، وبتبقى مش مصدقة الصدفة لانها كانت مدرسته. فبيسمعها واحد وبيفكرها انه مدرس زميلها، وبتقول له ايوه جابرييل كان طالب عندك انت كمان. بعدها بيقوم واحد يعرفهم انه مدير فندق، وانه اضطر يطرد جابرييل لما كان بيقلل العمالة. فبيسأل الناقد هو حد تاني يعرف جابرييل، والمفاجأة ان الطيارة كلها بتطلع تعرفه. ده حتى المضيفة بتترعب وتقول لهم ان هو اللي سايق وقفل على نفسه. فبيروح دكتور النفسي يعتذر انه غلق جلسات، وحبيبته بتعترف انها خانته، وبيفضل يقول له اهلك هم السبب في احباطك ده مش احنا. بعدها بنلاقي ابوه وامه قاعدين في الجنينة، ومرة واحدة الطيارة بتقع عليهم. قصتنا بتبدأ مع سانتياجو اللي بيصحي باباه وبيعيط جامد. بعدها بنعرف من الاخبار انه خبط واحدة حامل بالعربية وجري، وبنعرف كمان ان الست الحامل ماتت هي وطفلها. وبيطلب ابوه من الخادم يتسجن مكانه وياخد $500,000، وبيقول له المحامي كلها سنة ونص وتخرج، فبيوافق. بعدها بيقعدوه في العربية عشان البصمات، وبتشكره العيلة كلها. وفي الوقت اللي بيهرب فيه سانتياجو ومامته بتيجي الشرطة، بس الخادم ما بيعرفش يقنع المحقق، وبيكون الحل الوحيد الرشوة. فبيوافق الأب، والمحامي بيقول له 1,000,000 للمحقق ونص مليون ليه، بس ما بيعرفوش يطلعوا الخادم من الصفقة لأن لازم حد يتعاقب. بعدها بيطلب الخادم شقة على البحر كمان عشان ما يبقاش زي المحامي. ولما بيتكلموا كلهم بيدخل ابنه يقوله انه هيعترف احسن، بس بيهدوه لحد ما بيطلب المحقق 30,000 عشان يرشي اي حد هيعرف. فبيعترض الاب ويقول له خدها من المليون، وبيتفاجئ المحقق لان المحامي ما قالوش الرقم ده، وبيجيب الاب اخره عشان كذب المحامي. فبيقول لابنه اعترف لو عاوز، وبيطلع اوضته ياخد دش ويسيبهم. ولما بيحاولوا يقدموا عرض تاني بيقول لهم هي مليون قدموها زي ما تحبوا، وبيضطروا يوافقوا لما بيهددهم ان ده ابتزاز وانه هيحاكمهم. وفي طريق الخادم لعربية الشرطة بيهاجموا جوز الست الحامل وبيموته. قصتنا بتبدأ مع مهندس بيفجر مباني في شغله للإزالة. بعدها مراته بتتصل تأكد عليه ما يتأخرش على عيد ميلاد بنته، ولما بيدخل يجيب التورتة المرور بيسحب عربيته. فبيروح هناك وبيشرح للموظف ان ما كانش فيه علامة، بس طبعا ما بيفرقش معاه، وبيقوله لازم تدفع دلوقتي وتقدم شكوى بعدين. حتى الناس اللي وراه بيقولوله ما يأخرهمش، فبيضطر يدفع وهو متضايق جدا. بعدها بيعطل في الزحمة، وبيوصل لما بيكون عيد الميلاد بيخلص. وبالليل بتتخانق معاه مراته انه ما سابش العربية وجيف تاكسي، فبيعترض عشان النظام بيسرقه، بس هي بتقوله المفروض الأولوية لعيلتك وان النظام مش هيتغير. بعدها لما عربيته بتتسحب تاني بيعيد الموضوع، بس المرة دي بيتعصب وبيجيب طفاية الحريق وبيخبط على الإزاز جامد، وطبعا بياخدوه السجن لحد ما بيخرجوا زميله في الشغل وبيعرفوا انه اتفصل من شغله. مش بس كده، ده مراته بتبقى طالبة الطلاق، ورغم خبرته ما بيرضاش حد يعينه كمان. وفي يوم بينزل يشرب قهوة ويفطر، وعربيته بتتسحب وهو شايفها، بس ما بيهموش. بعدها في المرور بتنفجر العربية في المكان كله، وبيصنفوا انه إرهابي، بس الناس بتصنفوا انه بطل، وبيدخل السجن رغم ان مفيش أدلة ضده ومحدش اتصاب، وبيبقى دمر النظام وكمان كسب عيلته اللي بيفضلوا جنبه. قصتنا بتبدأ مع واحد غلس مش عاوز يعدي العربية اللي وراه على الطريق، لحد ما بيعديه وبيشتمه عشان كان قافل الطريق وبيمشي. بعدها بيتخرم الكاوتش وبينزل يغيره وبيكلم النجدة، ولما بيلحقوا الرجل الغلس بسرعة بيركب في عربيته وبيقفل على نفسه. فبيركن الغلس قدامه وبيخبطه كمان، وبيفضل الرجل يعتذر له، بس الغلس بيكسر المساحات، وبيفضل الرجل يزمر العربية معدية، بس الغلس بيشاور لهم ان كله تمام. بعدها بيكسر له الإزاز، والراجل بيحاول يكلم الشرطة، فبيعمل حمام على العربية كمان. مش بس كده، ده كمان بيشتموا النجبان قبل ما يركب عربيته تاني. وهنا الراجل بيجيب اخره وبيدوس على البنزين ويقلب عربية الغلس جنب الجسم، وبسرعة بينزل يغير الكاوتش ويهرب قبل ما يلحقوا الغلس اللي خرج من العربية. بس بيحس بالقهر وبيرجع تاني، بيحاول يخبطه بالعربية كذا مرة لحد ما بيفك الكاوتش اللي ملحقش يربطه كويس، وعربيته بتقع فوق عربية الغلس، وبينجح الغلس يدخل العربية من ورا، وبيفضلوا يتخانقوا كتير قوي لحد ما بيقدر الغلس يشنقه بالجرافطة وبيولع في قماشة في تانك البنزين. بس بيعرف الراجل يخلص نفسه وبيشد الغلس، وبيكملوا خناق في العربية اللي بتنفجر بيهم. ولما الشرطة بتيجي بيفتكروا انها كانت جريمة شهوة بغرض الانتقام. قصتنا بتبدأ في مطعم، لما بيدخل راجل بيكون غلس مع البنت اللي شغالة. بعدها بتدخل المطبخ وبيبان انها غضبانة جدا، وبتسألها زميلتها مالها، فبترد ان الراجل ده سياسي فاسد من مدينتها
كان السبب في بيع بيتهم وخلى باباها ينتحر، وبعدها كمان حاول يتهجم على مامتها لحد ما هربوا منه. ولما بتكون عاوزة تواجهه وتهزقه بتقول لها صاحبتها ايه رأيك نحط له سم فران في الاكل، بعدها بيطلب الاكل باستفزاز فبتطلع صاحبتها السم بس هي ما بترضاش. وبنعرف ان صاحبتها دخلت السجن قبل كده وبتقول ان اللي عملته كان يستاهل. بعدها بتطلع البنت تقدم له الاكل، ولما بترجع بتعرف ان صاحبتها حطت السم، وبتكون البنت مخضوضة وعاوزة تاخد الاكل منه بس صاحبتها بتمنعها بحجة انه يستاهل، لحد ما بيوصل ابنه فبسرعة بتطلع تاخد الاكل من قدامه وتقوله انها تسخنه بس هو بيرفض. ولما بتطلب من صاحبتها انها تعمل حاجة بترد بهدوء ان ابنه هيطلع ظالم زيه، فبتطلع تاني وبيكون ابنه تعب من الاكل فبترمي الاكل في وش الراجل اللي بيتعصب وبيهجم عليها، لحد ما صاحبتها بتفضل تضربه بالسكينة كتير وبتبقى مخضوضة في الارض من هجوم وبتفوق من دمه اللي غرقها. بعدها بتيجي الشرطة تاخد صاحبتها والاسعاف بتعالجها هي وابنه. قصتنا بتبدأ مع فرح رومينا وأريل اللي بيكون كله انبساط ورقص، لحد ما بتاخد بالها من جوزها وهو بيهزر قوي مع بنت ما بتعرفهاش، وبيبان انها مش مرتاحة وبتتصل من تليفون فبترد البنت عليها بس بتقفل بسرعة. بعدها بتسأله لما بيرقصوا لحد ما بيعترف انه خانها معاه، فبتنهار طبعا وبتجري من القاعة وبتطلع على المبنى من فوق، فبيلحقها طباخ يطمن عليها وبتقوله ان جوزها خانها فبيحاول يواسيها، وبيطلع جوزها يلاقيهم بيعملوا علاقة وبتهدده انها تفضحه وهي رسميا مراته وهتعمل اللي هي عاوزاه لحد ما يموت بحسرته وتورثه. وبترجع الفرح ترقص ولا كأن حاجة حصلت، وبينزل وراها فاصحابه بيشيلوه. بعدها بتجيب البنت اللي خانها معاها وبتفضل تلف بيها لحد ما تسيبها تقع على المراية وكله بيصرخ، بس بترجع بعدها تكمل الفرح عادي. فجوزها بيقول لها انه ممكن يحبسها عشان هددته وبينهار، فبتتريق عليه هو وامه لحد ما امه بتهجم عليها وبيكون الفرح باظ خالص، وبيكون جوزها مغمي عليه وهي بتعيط في الارض لحد ما الاسعاف تيجي. بعدها بيفوق جوزها ويشرب شامبانيا وبيمسك السكينة وكله بيصرخ، فبيقطع التورتة وياكل منها وبيروح ناحية رومينا ويشاور لها عشان يرقصوا، اللي فعلا بترقص معاه ويفضلوا يبوسوا بعض على ترابيزة التورتة والمعازيم بتمشي. كان معاكم محمود ابو شادي، وده كان من الافلام اللي لازم تشوفها. يومكم جميل.